الاباء، ماذا يفعل الاساتذه، المعلمون، الشيوخ، الوعاظ، المربون، الصحفيون، اهل الفكر، اهل الذكر، ماذا تفعل هذه الامه؟ لماذا لا نقص ندق نقوص الخطر فعلا ونقول نحن نتهاوى، نحن ننتهي اخلاقيا حتى ننتهي؟ من اين اتانا هذا العار الذي لا يغسل بماء البحار؟ والله العظيم زي المحارم. الله اكبر، الله اكبر يا مسلمون. من الانترنت، من فضائيات السوء، من قله الادب التي نعيشها، من عدم الجد باخذ امور التربيه، كيف نربي انفسنا واولادنا؟ من ابن ساهن سادر لائن يترك زوجته واولاده، ابناءه المراهقين، بنات المراهقات، لا يدري متى خرجوا، متى عادوا، اين ناموا، اين اكلوا. يا رجل، لن احدثك باسم الدين، باسم الانسانيه فقط احدثك. هل انت انسان؟ هل انت بشر؟ هل تشعر بشيء من مسؤوليه ازاء هؤلاء الذين بذرتهم، الذين نسلتهم، انجبتهم؟ يا رجل، ما عندك نوع من الغيره؟ ما عندك نوع من المحبه الصادقه لهم وانت تعلم ان هذه سكه الندامه؟ والله العظيم ما في انسان داعر وعاهر يعيش انسانا محترما يا اخواني. لكن طبعا كيف تحدث العرب والمسلمين بهذا المنطق؟ واليوم ما هم، ما مش هقول من، ما هم المثل العليا لهذه الامه اليوم لشبابنا؟ جيب، اعمل دراسات، فقصه، هل المثل الاعلى او الامثله العليا لشبابنا وشاباتنا انبياء، رسل، صحابه، اجلاء، اولياء، عرفاء، فلاسفه، مفكرون، كرماء كبار، مخترعون، مكتشفون، ام مغنون، ورقاصون، ورقاصات، وعراء؟ لا نريد ان نسيء احد، لا الى اهل الغناء ولا الى اهل الطرب، ولكن مستحيل ان يكون المغني هو مثل ابن الاعلى. هذه كارثه، كارثه. مغني كل يوم تقرا في الجرائد العربيه وفي النت، والمغني فلان الفلاني يتبرع من ابنه الذي جاء بطريق غير مشروع ولا يعترف به ويذهب. ايش خزي هذا، ايش الخزي؟ عاد والناس عندهم طبيعي ويتابعون هذه الاخبار بالتذاذ يا اخواني، ليس باحتشام. هو مبسوط انه يتابع الاخبار هذه وبده يشوف اخر اخبار المحكمه بين الفنانه فلانه والفنان فلان في قضيه زنا وفاحشه وولد ابن حرام نغل امه لا تلصقه به وهو لا يعترف به. هذول المثل العليا لابنائكم، وتطلبون الشرف، وتطلبون التقدم؟ والله ما انتم شايفينه، والله العظيم ما انتم شايفينه بالعقليه هذه. لابد ايها الاخوه كما قلت لكم ان ندق ناقوس الخطر، لابد ان نتماسك قليلا يا اخي، روحيا غير متماسكين، ماديا غير متماسكين، سياسيا لنتماسك اخلاقيا. كنا الى اول امبارح، الى وقت قريب جدا يا اخواني، اول امس كما يقال، نفتخر على الغرب الاوروبي المنحط، غرب الشذوذ والزنا والطلاق، باننا متماسكون اخلاقيا اكثر منه. نحن لدينا الاخلاق، انت عندك العلم، نعم عندك المال، عندك التقدم، بس ما عندكش الاخلاق. لا، الحمد لله الذي لا يحمد على مكرون سواه. الغرب الان حتى في الاخلاق اصبح احسن منا، رقم واحد، واحنا صفر. احنا رقم واحد في قله الادب، في زمن المحارم. وساكتين عادي، ما تحسش انه في ايه؟ انه الناس مخطوطه يعني، قلقانه عادي. ايش عادي؟ ايش قاعد يعني؟ ماذا يحدث في امتنا يا اخواني؟ لذلك نحتاج الى ان نراجع انفسنا كما قلت، نحتاج إلى ثورة تربوية والله العظيم تعلنها المدارس ودور الحضانة والمساجد والكليات والصحافة والتلفزيون والراديو وأهل الفكر وأهل الكل، يعلن هذه الثورة الأخلاقية التربوية عشان نرجع نصير على الأقل بشرا محترمين، مش أولياء مقربين، بشر، نصير محترمين على الأقل، بشر، بشر، ناس بشر. أكرمكم الله، مش حيوانات، لأن أكثر الحيوانات تأبى أن تأتي لي أولادها وبناتها. إيش رأيكم؟ في حيوانات تفعل هذا وانتم عارفينها، لكن معظم الحيوانات لا تفعل هذا. لما يفعلها بشر ولما يفعلها مسلم، والله العظيم اقسم بالله كارثه ما بعدها. وقال لكم اسالوا وبيضحكوا لكم اليوم الثاني ايه؟ لينكات واشياء. وين ربنا يا عدنان ابراهيم من هذا؟ يا اخي اسال امتك انت في الاول، قل لهم اين انتم من منهج الله؟ اين انتم من البشريه، من الادميه؟
ما الذي يحصل لكم؟ أما تتقون الله فينا في أنفسكم؟ قلهم إيه؟ قال بيسألني أنا كأنه بيعتب على الله، يعني كأني أنا وكيل الله كهنود أنا. لا تسألني، سأل نفسك في البداية، لماذا يصيبنا ما أصابنا؟ لماذا نحن هكذا؟ ما الذي أصابنا؟ وفتح عينيك مليح وخليك إيه صادقا مع نفسك. لكن زي ما قلت لكم والله العظيم أبساه ها؟ وكما أقول أنا بلغتي شوي الجارحة يعني شايب وعايب، يعني في عيب يلحقه وعيب أنا وشايب يا أخي، شاب الدخل شاب شعر متى ستصبح رزينا؟ متى يصبح حليفك المصحف والمسجد والسبحة؟ تصبح إنسانا بناء إيجابيا محترما تفيد الناس، تفيد أبنائك وأبناء الآخرين وأحفادك وأحفاد الآخرين من حكمتك، من تجربتك في الحياة، من فهمك. لست شايب وعايب، انت بتجي ورا الشغلات الفارغه لسه ما اقتنعت، مش خايف من الموت؟ يا جماعه ايش بتصير فينا؟ ها